هنعمل مع بعض النهارده بقى مهلبية بالجزر، جزر ومشمش وبرتقال. انا جبت الجزر، المقادير بقى بتاعتي عندي 3 معالق كبار نشا، كوبايه صغيره سكر، السكر حسب الرغبه التحليه، وعندي 2 عصير برتقال، نص كوبايه ميه للنشا اقلب فيها النشا، وعندي للتزيين مكسرات، جوز هند، اي مكسرات عايز تحطيها بقى سوداني، وعندي فانيليا، وعندي الجزر، جبت الجزر وقطعته مكعبات، 1/2 كيلو جزر ونص كيلو مشمش، وسلقتهم على النار عشان الوقت بتاع الحلقة بس. هضربهم بقى في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تسلقهم بقى لما يستوى قوي. عشان نضربهم في الخلاط. الرحمن الرحيم. اضربهم في الخلاط كويس، هما هتطعمهم خالص. البرتقال على الجزر على المشمش كله على بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. خدهم بقى ارفعهم على النار. هرفعهم على النار واحط السكر. انا قلبت النشا اهيت في الميه، وهضيفها بقى تقلب وتضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. لفت معايا لونها جميل والريحة بتاعتها جميل. هحط بقى معلقة فانيليا آخر حاجة قبل ما أطفي بس كده وخلاص. جميلة، اعملوا لايك بقى وشير. ابتدي بقى أغرفها بقى. شايفين القوام بتاعها كريمي وجميل؟ شايفين القوام؟ جميل ولونها صافية. جميل،
شايفين القوام بتاعها؟ ربع صفي زي ده بس خلاص كده هتقف على النار. نغرفها جوز هند. شوية مكسرات. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. جميلة. حتة طالعة جميلة.